المهرات، هذه المهرات الجميلة، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها 20. يا سلام، يتلألأ الجمال في عاصمة الجمال وعاصمة المال وعاصمة الكشخة والموضة وعاصمة كل شيء حلو، الحمد لله رب العالمين. يسلم عليك عبد العزيز المرازيق، سلام وايد. تتحيلك يا مهند، وصي عليك عبد العزيز. مهرات تتنافس على الذهب والفضة والبرونز ببطولة دبي الدولية للجواد العربي النسخة 20. We'll be right back.
مرحبا الله يهديك فرحان بالبدله وايد. طلعت بدله واحد ميت هاي. الورثه تبرعوا به وياب سيد قصي وقال لبسوها مرهف الله يرحمه، بس المرحوم كان شوي ضعيف الله يغفر له ويرحمه. من جي طالع صغير عليك الله يغفر له ويرحمه، بس لك الأجر بعد. هذه المهارات اللي تسابقت على مدى يومين في هذه البطولة وتأهلت للنهائي. بعد قليل إن شاء الله بعد لجنة الحكم شوي في وضع ما ينحسدون عليه، يعني وضع صعب، الجمال متقارب و الخيول كلها المرات هذه كلها جميلة وألوانها جميلة، المكان جميل، الحضور أيضا جميل. والمشاركة أيضا جميلة، الإخوان في دول الخليج، دول عربية
بدنا نشكر اخوان المركز التجاري قسم الضيافه جزاهم الله خير على المجهود الكبير اللي يبذلونه على كرم الضيافه. ايضا احنا ما تغدينا اليوم لكم رايك for the judge committee, and we are waiting now for the results. Who will be the gold champion, and who will be the this program is offered by, and who will be the bronze champion. Everything now with the control. ندعو من هي بطلة المراد؟ بل طاف المرات عمر سنة. هاي المرات مفتوحة، بنشوف إن شاء الله. هناك أدري أسامي كلها صراحة، يعني رنانة ولامة كلهم بطلة. البطلة أو بطلة أو ذهبية بطولة، أول شيء ندعو السيد زياد كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة. أبو عبد الله بعد إذنك يا طويل العمر تتفضل تسلم الجوائز على الفائزين إذا في إمكانية. مطلوب أبو عبد الله، اسمح لنا أبو عبد الله، تكلفنا عليك لكن مطلوب، لأن هذه برعاية مركز دبي التجاري والاخوان من مركز دبي التجاري قالوا مالنا غير ابو عبد الله. تفضل يا ابو عبد الله. الذهبيه هي او الذهب يذهب الى دار الامان ونمبر 55 عين جيم كي المملوكه لمربط عجمان. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن عمار والشيخ محمد بن عمار، وتهانينا للاخوان في مربط عجمان بهذا الفوز وهذه البطوله. بطله المهرات أو ذهبية المهرات لبطولة دبي في نسختها 2020.
يستاهلون الناموس. ونمبر 55 عين جي مكية المبلوكة لمربط عجمان. So the gold champion for the junior female championship, number 55. And we say Namus for AJ Kaya. Ajman Stud, congratulations for the gold championship. و الفضية نمبر 56 دي ذراية من مربط الوجبة. تهانينا للإخوان في مربط الوجبة وحصول دي ذراية أو دي ذراية على الفضة بدولة قطر الشقيقة. تهانينا لمربط الوجبة بدولة قطر الشقيقة وتهانينا للإخوان بدولة قطر الشقيقة ونقول لهم تستاهلون الناموس وتشرفنا بمشاركتكم أيضا في هذه البطولة. And the silver champion number 56 D Dharia from Al Wajba Stud from Qatar, congratulations. ايضا نمبر 46 دي رسيل لمربط دبي للخيول العربيه. تهانينا للاخوان في مربط دبي للخيول العربيه ويا اهلا وسهلا فيكم. اذا الذهب يذهب الى عجمان والفضه الى قطر والبرونز يذهب الى ايضا يظل في دبي لمربط دبي للخيول العربيه. ونرحب بمعالي محمد القرقاوي اللي يشرفنا بالحضور. حياك الله يا ابو سعيد، يا اهلا وسهلا فيك، انا استشرفت. ونرحب بكل الضيوف الكرام اللي متواجدين هني ونتمنى للجميع كل التوفيق. ونهني اذا في امهات نهني الامهات ب ورا باكر اظني هو ولا باكر عيد الام. ورا باكر عيد الام، كل عام وانتم بخير. هابي ماذر دي. And the bronze champion, number 46, Dirasil, the owned by Dubai Arabian Horse Stud. Congratulations. Thank you.
And ladies and gentlemen, we are pleased to welcome also for His Excellency Mohammed Abdullah Al-Gargawi, the UAE Minister of the Cabinet Affairs. So most welcome, His Excellency, to Dubai Arabian Championship. And now we will start with another championship, with the Senior Female Championship.